وإن شاء الله بيلحق المنجد قبل رمضان. آتي إبريني عم بيشهل والله، عم يشتغل ليل نهار مشان يلحق الجهاز قبل رمضان. يلا كله يومين ثلاثة وبيخلص إن شاء الله. لك تسلمي لي، إن شاء الله ما بيعدم هالطول يا حق. الله يسلمك عمتي. يسلموا يا مو. يلا يلا، شلونك عمتي؟ أهلين عمتي، الله يرضى عليك، شلونك أنت؟ والله مشتاق لك، كيفك أنت؟ الحمد لله، إن شاء الله بفرح بعرسك يا رب. على حياة عينك يا عمتي. لك وينك لهلأ يا مو؟ إيه يا مو، رحت أتفرج على صندوق العجائب، قام علقت خناقة بين عمي أبو صفوان وأبو نجيب. يوه، وليش علقوه؟ لأنه أبو نجيب اشترى صندوق العجائب من أبو العجائب، قام عمي أبو صفوان اشترى واحد جديد وعلقوهن الاثنين منشان الزباين. لك معقول؟ معقول أبو صفوان يقلل عقله ويشتري صندوق العجائب؟ إيه عمتي إيه. عجبك؟ اي والله ما يدرى ابو عبده ليكسر له اياه. لك حدا بيقلل قيمته بايده يا جماعه؟ ما عم بفهم انا. يو بسلامه اللي عم بيقلل له من قيمته. الله لا يوفقك يا صبحيه، الله لا يوفقك. ايه مختار، امتى نويتوا تعملوا الصودا؟ بفكر اجله لبعد رمضان، ولا شو رايك يا ابو عبده؟ رايي رايك صبري، اللي انت بتلاقيه مناسب نحن موافقين عليه. اوف، وليش بدك تاجله بقى؟ مثل ما لكم شايفين يا ابو عبده، أبقى عود بين الحياة والموت، وشاهر بالفراش، وحرمة أبو أدهم عدالة. أبو وضاح، عليك جيرة الله إذا بدك تأجل كرمالي لا تأجيل. ولو يا أبو أدهم، معقول نعمل عرس وما تحضر أختي مدام؟ أختك مأدهم إذا ألا نصيب تحضر بتحضر، وإذا ما لا نصيب بيكون هيك الله رأيت. وأبو قاعود الله يعافيه طالما هو عايش مالٌ علينا عتب، وشاهر من هون ليوم العرس بإذن الله رح يتحسن. توكل على الله مختار، وخير البر عاجله. هيك رأيكم؟ هيك ماشي، معناتها بكرة أبو باسم الشيخ وضاح المطلق، وبعد الشباب يعزموا أبو قاسم ورجاله وكل مخاتير الحارات التانية، وإن شاء الله يكون التمام على خير. أمين يا رب. إن شاء الله. يا ابن الحرام يا رجال، لعيونك عندي شو مان ليكوا لا خذوا على الكركون. شيخ شو امشي امشي يا لطيف لطوف يا رب. قولوا عند ابو صفوان قل له شيخنا انجرح يجيب العدة ويجي لعنا. يلا يا ما حذرتكم منه، ما كان حدا يسمعني. يا ما حذرتكم منه. حسبي الله ونعم الوكيل. والله وقعت يا شيخ جوهر وما حدا سمع عليك.